النهارده ظاهر مباراه كبيره وعظيمه يا كابتن حسن، وانا فاكر احنا من كام يوم كنا بنتكلم انا وانت كانت وانه ازاي طاهر مش مؤثر مع النادي الاهلي، وازاي طاهر ناس بتنتقده رغم ان هو بيعمل بعض او كثير من الادوار التكتيكيه اللي بيحبها المدربين الاجانب تحديدا، عشان كده معظم الاجانب ان لم يكن كلهم يعني بيلعبوا طاهر وبيعتمدوا عليه كاساسي مع النادي الاهلي. ايه اللي عمله طاهر النهارده خلى الناس كلها مبسوطه منه؟ عشان لعب جول، عمل جول، كان مجهوده عالي قوي، الكور المشتركه كلها كان واخدها، بيعمل واحد على واحد كويس، عمل خلق كذا فرصه للنادي الاهلي. لا طاهر بدا يطور مع المدرب الجديد ده، بدا يطور من نفسه جامد جدا. هو الناس كلها حتى الفترات اللي فاتت والماتشات اللي فاتت لما كان الناس كلها بتجيب له فيديوهات كده، بتجيب طاهر وهو بيضغط وطاهر وهو مع الكوره، كان دايما طاهر وهو مع الكوره مش اجابه على الجول. يعني انا النهارده مبسوط منه، الكره ناحيه الشمال عبد القادر راح معدي مكمل، ده الطبيعي لازم تكمل. صحيح. عايز تجيب جول لازم تكمل الكثافه العدديه في ال18، لازم الكره من ناحيه اليمين لو طار بيرفع الاقي عبد القادر والفيرود ولاعب من نص الملعب يكمل، من ناحيه الشمال الاقي الفيرود وطاهر برده. فهي دي الميزه اللي الناس بدات تشوفها، ايه ان بدا يبقى ايجابي على الجول. فهو الناس كلها مبسوطه بيه بسبب الموضوع ده. ناحية تانية عبد القادر كنت شايفه النهارده قدم مباراه كويسه، عبد القادر على فترات بس هي انت في النادي الاهلي ما عندكش اللعيب اللي هو زي عبد القادر اللي هو ياخد واحد على واحد، مفيش. انا مش شايف حد يعني مثلا في الزمالك زيزو بيعملها، راجل لا واحد على واحد يعدي من اي حد، فهو بيصبروا عليه لغايه ما يعمل حاجه ايجابيه. والحمد لله كان النهارده كان كويس جدا، وعمل يعني انا من وجهه نظري يعني عمل 10 15 دقيقه كانوا كويسين قوي. طيب.